رفعت الراية، فتحت البوابات على بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام لشوط الإثارة والندية ما بين جياد وفراس المستورد عمر 3 سنوات فأكثر على كأس أمانة منطقة الرياض لهذا الموسم على مسافة 2400 متر، وقيمة الجائزة 100,000 ريال. 11 رأس تمثل 10 شعارات تتنافس في هذا الشوط الانطلاق. ليونس ديل في المرتبة الأولى مع أيضا تقدم لكابتيفيتي من الخارج الآن مع أونس ديل، تنافس بداية هذا الشوط في دورة الأولى لهذا الشوط على مسافة 2400 متر، أطول المسافات في السباقات السعودية مسافة 2400 متر. التنافس في بدايته ولا زال مبكرا حتى الآن. نتابع الانطلاقة لكل من أونس ديل وكابتيفيتي، تجهيز لكل من توايس بيتن وكذلك لرولال براود. رولال الترشيحات تنصب في هذه بعد انسحاب فينغازو لسيرباز وأونس ديل وأيضا توايس بيتن وريسكو سكود. نتابع ولا نغفل عن نارو الذي يشارك للمرة الأولى والذي يأتي الآن في المركز الثالث في هذه الأثناء مشاهدينا متابعينا الكرام. كابتيفيتي وأونس ديل ويبدأ توايس بيتن مع نارو التقدم أيضا وكذلك ريسكو سكود. يبدأ التقدم مشاهدي الكرام في انتصاف المسافة في هذه اللحظات. التيميت ديستني يبدأ أيضا في البحث عن مركز متقدم مع نارو في أول حضور لنارو مع توايس بيتن. نارو يتقدم مع توايس بيتن وريسكو سكود. تبدأ مراحل الحسم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. يتقدم التيميت ديستني من الداخل الآن رقم 9 مع توايس بيتن، من الخارج ريسكو سكود في المرتبة الثالثة. بداية ال 400 متر المنعطف الأخير والتيميت ديستني يقود الجياد في صدارة هذا الشوط. محاولة من توايس بيتن، ديستني يتقدم التيميت ديستني في الحضور الخامس ال 200 متر. هل يحافظ التيميت ديستني القادم من بريطانيا؟ التيميت ديستني إلى خط النهاية. التيميت ديستني يقدم نفسه بشكل رائع وجميل. ألف ألف مبروك مشاهدينا الكرام لمالك التيميت ديستني سيف جعفر الغليسي، تدريبات سلطان الغليسي والقيادة النايف العنزي. شوط تنافسي مثير جمع نخبة من جياد وأفراس المستورد.